اهلا بحضراتكم كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاهلي خط احمر. اهلا بك يا فارس. اهلا بك يا اسامه، مسهرين الجمهور معانا وان شاء الله تكون سهره ممتعه وتستحق. حلقه استثنائيه، موعد استثنائي، طبعا كان في ماتش المنتخب الاولمبي اللي دايما طبعا نتمنى له التوفيق والنصر. زي النهارده بدا مشواره في البطوله بفوز مهم جدا بهدف للاعب منتخب مصر ونادي الزمالك مصطفى محمد. اعتقد بغض النظر عن الاداء المهم، النتيجه كانت مهمه جدا في بدايه المشوار، وان شاء الله نكمل لنهايه المشوار ونحقق البطوله، خاصه والبطوله مقامه على ارض مصر. الحقيقه اصابه ناصر ماهر هي ربما اللي عقرت صف جو المباراه والفوز، لان نتمنى له السلامه. طبعا جاله خلع في الكتف، واعتقد يعني مش عايزين انها تاثر على مشوار المنتخب، خاصه وان سبق البطوله برضه اصابه طاهر محمد طاهر اللي اصر ان هو يكون موجود مع الفريق، وده بيعكس الروح اللي اللعيبه بتلعب بيها، وان كلهم في ظهر بعض، وان كلهم مصرين على انهم يوصلوا ان شاء الله لتحقيق البطوله. حتى اللاعبين بعد الهدف تم الفرحه كده على طريقه طاهر محمد طاهر زي ما حضراتكم شايفين. اعتقد كل لاعبي منتخب مصر الاولمبي بالجهاز الفني حريصين على اسعاد الجمهور، ودي صوره ناصر ماهر اللي بنتمنى له الشفاء وان شاء الله يعود للملاعب سريعا. اعتقد خساره عقرت صفو الفوز يا فارس، خساره اللي هي اصابه ناصر ماهر. اصابه صعبه، اصابه بتاعت الكتف تحديدا بتبقى محتاجه تدقيق في العلاج شويه، وان شاء الله ما ياخدش فيها كتير. وان كان عايز اقول ان المنتخب قدر يتجاوز النهارده مالي ويسجل هدف يعبر بيه، ولكن الاداء ما كانش افضل حاجه منتظرينها على ملعبنا وسط جمهورنا اللي نتمنى يتواجد بشكل اكبر في البطوله. ان شاء الله، وان شاء الله نصل لنهائي البطوله ونحقق لقب البطوله باذن الله.